الموضوع مش مجرد حمامات، الموضوع لا، هو في خدمات كتير بتقدم زي الاونلاين سمارت سيرفيسز، خدمات الدفع الالكتروني. بس هي الحقيقه الخدمات تباعا، احنا لسه ما فتحناش، ده كل ده سوفت اوبننج. هي تباعا، احنا بنفتح خدمه ورا الثانيه وبنفتح فرع ورا الثاني. المشروع هو عباره عن بروتوكول تعاون بين شركه، احدى الشركات الخاصه ومحافظه القاهره، وهو استجابه لمبادره السيد الرئيس، مبادره حياه كريمه. المرحله الاولى احنا في 30 فرع ووحده بيفتحوا في مناطق مختلفه جوه في القاهره كلها. في شركه نظافه موجوده على مدار الساعه، سواء للوحده البيعيه او الحمامات الرجالي او الحريمي. كل وحده من دول بتوفر حوالي 7 فرص عمل مباشره واكثر من 15 فرصه عمل غير مباشره. في الوقت الحالي سد القاهره هو اللي حواليه 6 وحدات. الهدف اللي احنا بنعمله ان احنا نغير سلوكيات الناس، وفي الاخر احنا بنقول للناس ان الخدمه دي متوجهه ليكوا، الخدمه مجانيه تماما، وكمان في تعليمات للناس اللي بتوع النظافه ان هم ما ياخدوش من اي حد اي فلوس. ففي وحدات ركب عليها فعلا الشاشات بتنقل خدمه المباريات مباشره مجانا للجمهور في الشارع. نعمل دلوقتي موبايل اب عشان الناس اللي تستخدم الخدمه بتاعتنا، لو في اي حاجه مش كويسه، في نظافه مش موجوده، في حد ارغمهم على ان هم يدفعوا فلوس، في حد من الموظفين اتعامل معاهم بشكل مش كويس، بنرجو الناس ان هي تتفضل مشكوره تعمل لنا ريفيو وتقول لنا بالظبط الشكوى بتاعتها ايه عشان نقدر نتغلب عليها ونقدم خدمه افضل ونبقى دايما يعني عند حسن ظن الناس. بس نتمنى ان يعني الناس كمان تساعد شركات النظافه وتساعد الناس اللي بيشتغلوا معانا على ان دايما يبقى النظافه موجوده، واحنا بنحاول نعمل اقصى ما في وسعنا، يعني نحاول نعلم اولادنا ان احنا ازاي نحافظ على حاجتنا.